أنا في حيرة من أمري، أتم أتذكر الظلم والقهر أو خلاص أكمل وأقول الله بيعوضني. طبعا الله بيعوضني، أصلا ما يستوي أن نحن نقول نخاف وفي الله. أكيد ترى سؤالك جاي من منبع خوف. أنا لما أنا أخاف أقول ما يستوي تخافين وفي الله، توكلي على الله وأخذ بالأسباب، أدعي الأدعية، أقرأ قرآن، أدعي الأذكار، أصلي الفرض، النفل. الحين يعني ملتزمة، أحاول ألتزم بالنفل، بالسنن، سنن الرواتب، إن شاء الله الله يثبتنا. فأنتي تسوين اللي عليك، وكل هذا تزينين بصدق النية وبالعمل الصالح والعمل الدؤوب، ورب العالمين إن شاء الله بيسر وبيعوض. طبعا بيعوض، لكن الدنيا ترى من دناءتها، وخلقنا الإنسان في كبد، ففي ألم وفي ظلم وفي قهر، لكن لازم تكملين، ما عندك حل ثاني. دام انك تتنفسين معناته دورك ما انتهى على هذه الأرض، لازم تكملين.